أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يعملون في الحراسات الأمنية ملزمون بعدم ترك مواقع الحراسة كالبنوك وبعض الشركات، فهل يعذرون بتركهم صلاة الجمعة مع المسلمين في المساجد بداعي الخوف على هذه البنوك والشركات من السرقة؟ نعم نعم، هؤلاء معذورون، ولا يجوز لهم أن يذهبوا للمساجد ويتركوا ما ائتمنوا عليه وأكل إليه الحفظ وضبطه، هم معذورون في هذا الحمد لله. نعم.